وفرائضه نية فرض الغسل، خلي بالك اهو، أو نية رفع الحدث، أو نية استباحة ممنوع، أي نية من هذه الأمور ثلاثة تكفي. نويت فرض الغسل، نويت رفع الحدث، نويت استباحة الايه الممنوع من الطهارة. امتى تكون النية دي؟ بأول مفعول. يعني انت اول حاجة هتعملها في الوضوء ايه؟ وغسل الوجه، يبقى خلاص تبدأ النية من هنا. في الاغتسال برضو على طول، مجرد ما انت تغسل مذاكيرك تنوي انك انت هترفع الحدث الاكبر، خلاص. احنا لا يا ابني مش كده، مش هنقدر، احنا لا مش هنقدر، لا لا يا ابني، لا اثناء الدرس ما فيش سؤال اثناء الدرس يا ابني، عشان انت عارف اخوانك دول كلهم جايين عشان يسمعوا. نعم ليه؟ ما هم سامعين كده، في حد مش سامع؟ عشان مشايخ بس هتشوش على الناس، هتشوش عليه. وفرائضه كما قلنا نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول. وموالاة كالوضوء، إيه كالوضوء؟ زي ما احنا قلنا الموالاة هناك، عرفنا إيه معنى الموالاة، بحيث يكون العضو التالي قبل أن يجف العضو الإيه الأول، ده معنى الموالاة. مع التذكر والقدرة برضو هناك الموالاة، قلنا مع التذكر والقدرة. وتعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء، يعني مش نقدر احنا نرد الشباك يا ولاد بتاع الضيام من الشارع ده. اليوم تصوير برنامج وتصوير مسلسل، يعني بيصوروا مسلسل بره خلاص، ما دام هم دي حاجه ثانيه، احنا مش هنقدر نمنعهم، ما دام جايين عشان برنامج برضه ياخذ اجر على البرنامج بتاعهم. ما فيش فرق، ما فيش فرق، يكفي هذا او هذا او هذا. وتعميم ظاهر الجسد بالماء، ده من فرائض الايه الغسل. ودلك ولو بعد صبه، ادي انفرد بها المالكيه عن بقيه الايه الفقهاء، هو موضوع الايه الدلك مع الغسل. وان بخرقه، حتى لو كانت معك حته قماشه تدعك بها البدن بتاعك، فان تعذر الدلك سقط، ما فيش لا خرقه ولا معك حاجه عايز ولادك متصل خلاص. ولا استنابه، بعض العلماء قالوا يستنيب واحد يدلكه، او يخلي الست بتاعته تدلكه مثلا، او هو يدلكها كمان. لكن الشيخ بيقول لا، الراجح عدم الايه الاستنابه. وتخليل شعر واصابع رجليه، تخليل اصابع اليدين والرجلين والشعر ليه؟ طيب هنا نحن قلنا في الوضوء تخليل اصابع اليدين فقط واجب، وتخليل اصابع الرجلين مندوب. قال لا، هنا هو الوجوب لاصابع اليدين واصابع الايه الرجلين. ليه؟ لان الامر في الطهاره الكبرى اشد منين؟ من الامر الطهاره الايه الصغرى. لان في الصغرى محتسب الصوابع الخمسه لتقاربهم كانهم عضو ايه عضو واحد، بخلاف الطهارة الايه الكبرى. طيب، وتخليل شعر اصابع رجليه لا نقض مضفوره. بعض الناس اللي بيعملوا لهم ضفائر رجال او ستات لا يطالب بنقض الايه الضفيره بتاعت الشعر، الا اذا اشتد او بخيوط كثرت.
إلا إذا كانت الضفيرة شديدة خالص بحيث أنها المية لا تتخلل الشعر، أو كانت بخيوط خارجية حطينا إحنا عشان نلم الشعر على بعضه بس كتيرة منعت وصول الماء إلى هذه الأرض. وإن شك غير مستنكح في محل غسله، إن شك غير المستنكح، إيه المستنكح وغير المستنكح يا شيخ؟ المستنكح الشخص الذي يشك كثيرا، مصاب مسكين بإيه؟ بالشك. أما غير المستنكح ده اللي هو قليلا ما تأتيه للشك، يعني كل يومين ثلاثة مرة، كل أربع مرات، كل خمس أيام مرة، لكن صاحبنا الشكاك ده بتاع المستنكح ده على طول في اليوم لازم كل يوم يجي له إيه الشك. فإيه هو صاحبنا الغير المستنكح ده؟ يغسل حتى اللي شك فيه، لكن المستنكح لا يغسل، المستنكح إيه؟ لا يغسل. وجب تعهد المغابن، المغابن حتى الدخلة، المغابن حتى الدخلة، يعني مثلا في ناس تلقى مثلا دخلنا لازم في عندنا ناس مكرمشة برضو تجاعيد يعني وآسرة اللي هو الجلد ما يتدم على بعضه، وسرة السرة اللي هي بتاعت في البطن دي برضو لازم ايه يحط ايده كده اهو بحيث الميه في ايده، عشان السره دي الميه ما تخرجش الا اذا انت عملت فيها حاجه كده. ورفغ وايه وابط الرفغ، الرفغ اللي هو بين الفخذين، بين الفخذين حته الدخله بين الفخذين بين الاليتين تسمى الايه الرفغ، والابط معروف. وبناء عليه فيقول الشيخ رحمه الله: فرائض الغسل خمسة. الأولى النية عند أول مفعول، سواء ابتدأ بفرجه أو بغيره، بأن ينوي بقلبه أداء فرض الغسل، أو ينوي رفع الحدث الأكبر، أو ينوي رفع الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو ينوي استباحة، أي نية من هذه النيات تكفي. طيب، وموالاة كالوضوء وتعميم ظاهر الجسد بالماء. الفريضة الثانية الموالاة، لكن فيها شرطين: إن ذكر وقدر كالموالاة في الوضوء، فإن فرق عامدا بين الأعضاء بطل إيه غسله، وإلا بأن كان فرق ناسيا أو الماء انقطع، في هذه الحالة يبني على إيه ما فعله ولا يعيد من الأول تاني. الثالثة تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء بأن ينغمس فيه أو يصب على جسده بيده أو غيرها، لكن مع الدلك، لأن الدلك عندنا فريضة مستقلة. وإن بخرقة، في إن تعذر الدلك سقط ولا استنابة. الشيخ هنا بيقول الدلك هو إمرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا، يدا كده مثلا أو رجلا، تدلك رجلك برجل بأخرى مثلا، فيكفي ذلك رجل بالأخرى. نعم نعم، ويكفي الدلك بظاهر الكف مثلا كده اهو ظاهر الكف، او بالساعد، الناس اللي مديهم مقطوعه ممكن كده مثلا، والعضد برضو العضد، ويكفي بالخرقه حته قماشه مثلا عند القدرة على باليد على الرجل، بأن يمسك طرفيها بيده حتى القماشة يلفها على كده هو، ويتدلك بوسطها أو بحبل كذلك، بربطها بحبل ويدلك نفسه بيها. ويكفي
الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف. يعني مش لازم الدلك يكون مع نفس المية، لا، المية انت صبيت المية وبعدها الدلك ما دام المية لسه موجودة على الجسد. فإن تعذر الدلك سقط، ويكفي تعميم الجسد بالماء كما في سائر الفرائض، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلافا لمن يقول من العلماء يجب استنابة من يدلكه. قل لامرأته مثلا أو ابن الصغير أو بنته يدلكوه، أو زوجة نوأمها، أو يتدلك بحائط، ها يعني ظهر المحل ما حصلوش يدلكه بالإيه. بس إيه الحائط إن كان ملكا له، كان إيه ملكا له، لكن استأجر شقة مثلا أو أذن له مالكها في ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه كمان. الشيخ بيقول ذكر كل هذه الأمور ويقول ده هذا ضعيف، هذه الأقوال كلها إيه موضوع الاستنابة من أولها لآخرها ضعيف لا يعول إيه عليه. وإن مشى عليه الشيخ خليل، ها، وإن مشى عليه الشيخ إيه خليل. وتخليل شعر وأصابع رجليه، الفريضة الخامسة تخليل شعره ولو كثيفا، سواء كان شعر الرأس أو إيه أو غيره. ومعنى التخليل أن يضمه ويحركه عند صب الماء، يعني يضم شعره كده هو إذا كان غزير يعني ولا كده مثلا، بس لكن مش لازم يدخل صوابعه في مش لازم. فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة، وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا فين؟ في الطهارة الكبرى، فأولى تخليل يديني. وتقدم في الوضوء أنه يندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليد، الكلام ده سبق. نعم. لا نقض مضفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثيرة، يعني لا يجب على المغتسل رجلا أو امرأة نقض مضفور شعره. بعض الرجال بيطفروا إيه شعورهم، بعض الدول العربية وعندنا في مصر الآن يعني ما لم يشتد الضفر جدا حتى يمنع وصول الماء إلى الإيه البشر، أو يضفر بخيوط كثيرة، يضفر بخيوط كثيرة بحيث تمنع وصول الماء إلى الإيه بقية الشعر أو إلى باطن الإيه الشعر. طيب طبعا الحتة دي كانت صعبة على بعض النساء، لما سيدنا ابن عمر شدد في الموضوع فكان السيدة عايشة تقول يعني مال ابن عمر يشدد على الستات في فك شعر ضفائرهن، أفلا يأمرهن بحلق شعورهن؟ أفلا يأمرهن بحلق شعورهن؟ لازم. نعم. وإن شك غير مستنكح في محل غسله. في فرق بين المستنكح وغير المستنكح، كما قلنا اللي هو باستمرار، أما غير المستنكح ده اللي هو إيه زي حالتنا كده يعني بيجي له مثلا مرة في كل ثلاثة أيام أربعة أيام يشك. إذا شك غير المستنكح في محل من بدنه هل أصابه الماء أم لا وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه. وأما المستنكح وهو الذي يعتريه الشك كثيرا فالواجب عليه الإعراض عنه، إذ تتبع الوسواس يفسد الدين من أصله نعوذ بالله منه. ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبط، يعني الحاجات اللي احنا قلنا قبل كده. يجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه، أي المحلات التي ينبع عنها الماء كالشقوق التي في البدن. طبعا احنا بقول الشقوق اللي في البدن دي مشايخ، يمكن ده مش موجود في القاهرة والمدن، موجود عندنا في الصعيد. بعض الناس الفلاحين من شدة بقائهم في الماء ومرورهم في الزرع ترجى رجليهم.
أقول لك مفلقه. لا ده عندنا كان واحد اسمه عبد الله بجبريل الله يهديه مش عارف يا أخي. يقول لك التعبان مسك في رجله من تحت في حد شق من واحد الشقوق قاعد رجل ماشي بيه عادي يعني مش حاسس بيه. ماشي بالتعبان والناس تعجبوا عليه لكن فين لما قالوا له ده انت ماشي بالتعبان يا عم لم انتبه له. رجل طيب والله كان معانا شريكنا على الزرع بس لكن يعني كان يعني عجيب. يجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه أي المحلات التي ينبع عنها الماء كالشقوق التي في البدن والأسرة أي التكاميش والسرة اللي موجودة هنا هو في البطن والرفغين اللي هو بين الفخذين يعني والإبطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه إن أمكن وإلا اكتفى بصب الماء. ده كلام مين؟ أبو البركات الشيخ الدردير. نشوف مشايخنا ماذا تعليقات بتاعتهم. مين حيقرأ لنا الجزئية دي؟ تفضل. الاستجابة للمسألة السادسة والأربعين فرائض الغسل. تضمنت هذه المسألة 10 شروط. الفرع الأول يجب على المغتسل نية فضل الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. واستدل ابن العربي لذلك بقوله تعالى: حتى تغتسلوا. قال: يقتضي النية خلافا لما رواه الوليد بن مسلم عن مالك ولما ذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة من أن الطهارة لا تفتقر إلى نية ولفظ اغتسل يقتضي اكتساب الفعل ولا يكون مغتسلا له إلا بالقصد إليه حقيقة فمن أخرجه من المجاز فعليه البينة. يعني هو في ما في خلاف حقيقي بين المالكي وبين إيه؟ كل من الإمام الأوزاعي والإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة لا يرى وجوب النية في الايه؟ في الطهارة. لا يرى وجوب النية في الايه؟ الطهارة، لأنه يقول الطهارة وسيلة للصلاة وسيلة. والنية تجب في الأصول ولا تجب في الايه؟ في الوسائل. تجب في الأغراض ولا تجب في الايه؟ في الوسائل. لكن عند المالكية وأيضا عند الشافعية تجب النية في الايه؟ في الوسائل والغايات. سواء كان في الوضوء ولو كان وسيلة إلى الطهارة إلى الصلاة وتجب أيضا في الصلاة. ليه؟ لأنهم لو استدلوا بالحديث بتاع سيدنا عمر إنما الأعمال يعني الأعمال مرتبطة بإيه؟ بالنيات. إذا لم يرتبط العمل بالنية كلا عمل. طيب تفضل. وواجب حصول النية بأحد الأمور التي ذكرها المصنف وما سبق بيانه في فصل الوضوء من أن الغرض من النية وهو تخصيص الفعل وهو هنا الغسل بالمراد من الطهارة وهو رفع الحدث حاصل بأيها بأيها نوع أما حقيقة أو اقتضاء. وبيان وجه تلازمها ما ذكره ابن بشير قال: والمطلوب من النية في الطهارة إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الأمر. وهذه مدى حضرة ذكر جميعها فلا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر بل هي متلازمة وإن خطر بباله بعضها أجزاء عن جميعها. يعني شوف يعني كلمة شوف النية عند بداية الغسل قلت استباحة الصلاة قلت فرائض الوضوء فرائض الصلاة فرائض الطهارة قلت كذا كلها دي متلازمة مع بعضها كلها متلازمة الاستباحة مع النية مع كل هذه الأوصاف متلازمة مع بعضها أي حاجة تذكرها منهم يكفي. وبين الخطاب وجه
فالدليل على أن النية تكون في أول المسلم جعل المعقول أنه إذا وجبت النية لأي عبادة وجبت، فمحلها أن تكون مقترنة مع أولها لا تجوز قبلها ولا بعدها، لأن القصد بالفعل حقيقة أن يقترن به وإلا لم يكن قصدا له. الفرق الثاني يجب على المغتسل الموالاة إن ذكر وقدر. إن ذكر وقدر. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والقيام ما ذكره القاضي عبد الوهاب، قال: إذا فرق وضوءه أو غسله تفريقا متفاحشا لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، لأنه أمر والأمر المطلق على الفرض، ولأن الخطاب صيغة الشر والجزاء، ومن حق الجزاء لا يتأخر عن جملة الشر، وجملة الأعطاء جزاء للشر الذي هو القيام إلى الصلاة، فوجب أن لا يتغير شيء منها عنه، كقوله: إذا دخلت الدار فلك بها. وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ولأنها عبادة ينافيها الحدث، فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة يتقرب بها بفعل الصلاة، فجاز أن تبطل بالتفريق كالأداء. والدليل على ما على تبيين وجوب الموالاة بالذكر وسقوطها بالنسيان القياس، يقول الباجي: وجه الرواية الأولى وهي أن التفريق لا يفسد الوضوء إذا كان نسيان، أن المغسول أحد نوعي الطهارة فلم يفسدها تأخيره ناسيا كالمغسول، وأما سقوطها بالنسيان فعلى وجه قاعدة ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان. يعني الدليل على الوجوب دليل ضعيف، الدليل على الوجوب دليل ايه؟ ضعيف، وما دام الدليل نفسه ضعيف يعني تسقط بالنسيان. ويمكن الاستدلال بتقييم وجوب الموالاة بالقدرة بما استدلنا به نعم في الوضوء وهو قياس أولى، وبيان ذلك أن الحادث أولى بالعذر من الناس، لأن الناس معه بعض تفريط وهذا غير مفرط. وأما الدليل على أن تفريط اليسير لا يضر، فحديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم تنحى وغسل قدميه. الفرق الثالث يجب على المغتسل تعميم ظاهر الجسد بالماء، استدل الطرافي لذلك بقوله: الفرق الثالث تعميم الجسد بالغسل لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: حتى تغتسلوا، واللفظ ظاهر في الاستغراق. وحكى ابن جزي الإجماع عليه قال: وتعميم البدن بالماء إجماعا. الفرق الرابع يجب على المغتسل دلك جسده عند الغسل، والدليل على ذلك أن الغسل لا يعمل في اللغة على الحقيقة إلا بصب الماء وإمرار اليد أو ما يقوم مقام ذلك من دلك إحدى رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان يستطيع ذلك. وبين الطرف وجه ذلك قال: ومنشأ الخلاف في وجوب الدلك وعدم وجوبه، هل حقيقة الغسل لغة الإيصال مع الدلك فيجب وهو الصحيح؟ ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك، فتقول: غمست اللقمة في المرء، ولا تقول غسلتها، أو نقول حقيقته الإيصال فقط لقول العرب: غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها. واعتبر أصحابنا التدليك في الوضوء والغسل ومسح الرأس والتيمم والخفين لأنها طهارات فتسوى في ذلك. والدليل على أن الدلك يجزئ ولو وقع بعد صب الماء مع سمح الحطاب للفاكهاني، قال: ولأن الماء إذا صب على الجسد يبقى زمانا، فإذا تدلك عقب الصب والماء يسير على جسده كان كمن تدلك مع صب الماء. ووجه عدم إجزائه بعد الجفاف لأنه حينئذ صار مسحا لا غسلا. الفرع الخامس: إذا تعذر على المغتسل الدلك سقط ويكفيه تعميم جسده بالماء ولا يجب عليه استنابة من يدلكه. واستدل المصنف في ذلك بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. وما مشى عليه مصنفنا هو ما لابن حبيب وصلاه وصلاه ابن رشد، واستشهد له من جهة المعقول في أنه أشبه بيسر الدين. أما ما مشى عليه شيخ خليل من وجوب استنابة المغتسل عند تعذر الدلك من يدلكه من زوجة أو أنا أو يتدلك بحال إن كانت ملكا له أو أذن له ملكا بذلك وكان الدلك بها لا يزيد، فمذهب سعيدون. فاستدل له الشيخ خليل نفسه بأنه ما لا يتوصل إلى الواجب إلا مما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. نعم. الطرف الثالث، يجب على المغتسل تخفيف شعره ولو كثيفا. احتج الإمام مالك رحمه الله لهذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصول شعره، وبيان وجه ذلك ما ذكره الماضي عليه قال: ومنهم من احتج بعموم قوله في حديث عائشة فيخلل أصول شعره ويعيد الهاء على المغتسل إذا لم يذكر فيه الرأس إذ لم يذكر فيه الرأس ولا غيره. واستدلوا له أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا الشعر وانقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. فبحديث عائشة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه بالصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حسيات، فالظاهر لفظه كان رأسا أو لحيا. واستدلوا له من جهة المعقول بأن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبدن. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الإبدال فيها غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل. واستدلوا بوجوب تخفيف المغتسل شعر رأسه خاصة بالإجماع، ونبه المصنف إلى أنه لا يجب إدخال أصابع المغتسل تحت شعره ويعرف بها البشرة، بل يكفي ضمه وعركه حتى يصل الماء للبشرة. ووجه ما ذكره الدسوقي من أن جمع الشعر وتحريكه بمثابة التخليل. الفرق السابع، يجب على المغتسل تخليل أصابع اليدين والرجلين. ووجه ما ذكره محشي المصنف من أنه لا يتم تعميم الجسد إلا بذلك. ونبه المصنف إلى أنه قد تقدم في الوضوء أنه يندب تخليل أصابع اليدين ويجب تخليل أصابع اليدين، وقد سبق بيان وجه التفريق بين أصابع اليدين والرجلين في الوضوء في محله من فصل الوضوء. الفرق الثالث، لا يجب على المغتسل نقض مطلوب شعره ما لم يشتد الضوء أو يكون في الخيوط الكثيرة. واستدلوا له في المدونة لحديث أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات، ثم أغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك. واستدلوا له كذلك بحديث آخر لأم سلمة قال: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه بغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. ووجه اشتراط عدم شد الظفر في الغسل وعدم يا شيخ، شو الظفر؟ الظفر يا ابني، الظفر شد الظفر. ووجه اشتراط عدم شد الظفر في الغسل وعدم كثره الخيوط ما ذكره النهراوي قال: واعلم ان محل الاكتفاء بالضغط في المطفور او المعقول حيث كان مرفوعا بحيث يداخله الماء، والا وجب نقضه وتفليمه ليصل الماء الى البشره كغير المطفور، كما يجب نقض المطفول المشتد ولو بنفسه او بخيوط كثيره ولو لم يشتد لانها حائل. الفرق التاسع، اذا شك غير
يستمتع بفك معاد من بدنه هل أصاب أم لا؟ وجب عليه غسله بصب الماء عليه وذلك. ووجه ذلك ما عزاه النخعاوي للفكاهاني والشيخ داوود قال: لأنه لا بد من تحقق إعاب جميع الجسد ولا يكفيه غلبة الظن، لأن الذمة عابرة لا ترى إلا باليقين. أما وجه استثناء المستمتع من ذلك فقد بينه المصنف بقوله أن ذلك من الوسواس الواجب الإعراض عنه، إذ تتبعه مفسد الدين لتتبعه مفسد الدين من أصله. جمع القاعدة الفقهية المالكية الظاهر من مذهب مالك أن المستمتع يلغي الشك ويرجع إلى الأصل. الفرع العاشر: يجب على المغتسل أن يتعهد المحلات التي ينبو عنها الماء، وفي ذلك أن هذه المحلات محكوم لها بحكم الظاهر الذي يجب إعاره بالغسل مع ذلك ما أمكن ذلكه منه، لأن الدم يسقط عند تعذره. وسبق الاستدلال بذلك طريقا. يقول الزروق في شرح قول صاحب الرسالة عند ذكره مواضع الجسد الخفية التي يلزم المغتسل تتبعها بالغسل والدم ويتابعه تصرفته، يعني داخلها، وإنما يتابع ذلك بالماء والدم لأنه محكوم له بحكم الظاهر مع قوله واجتماع الفضلات فيه، وينبو الماء عنه لا سيما إن كثر تكانيشه وارتفعت دائرته لسمنه ونحوه، ثم انشق جدا أو لم يوصل إليه بوجه سقط، إلى أن يقول: وتتبع كل ذلك لازم لخفائه واجتماع الأوساخ فيه. طيب، التوفيق إن شاء الله.